وصفة اليوم هذه صدور دياي، خذيتها وقطعتها بطريقة عرضية يعني شي اوكي، ودقيناهم شوي بالمطرقة لين وحصلنا على هالسمك هذا. نقعتهم بليمون وملح وفلفل اسود وبخليهم زين، بعدين راح اوريكم شنو راح نسوي. شنو باقي المكونات؟ عندنا اسبراغوس، عندنا ثوم مهروس، علبة كاملة من الفطر اللي هو المشروم، بصلة كبيرة، بيضة شرايح، عندنا كوبين جبن بارميزان وشدر، وهذه بودرة المشروم، وراح نوريكم ايش راح نسوي. الحين صدور الدياي اللي صار لهم ساعتين ثلاث، بشيلهم من التتبيلة مالتهم اللي هي الليمون والملح الأسود. عندي بودرة المشروم كذي راح نضربهم وتغليف بس كذي بهالطريقة، شيء بسيط من بودرة المشروم. شو كلها قدامكم كاهي. عندي طبعا سبراغوس ماي مغلي، كان يحب احطه. اوكي راح يتسقط. عندي طبعا هني زيت زيتون على المقلاة. راح اسوي مثل تذكرون البرجر شلون اسوي له كارملايز اونيون وكارملايز مشروم، نفس الشيء، بس انا راح اخلط هالمره المشروم مع البصل الابيض. اوكي الحين راح احط المشروم مع الثوم. احط عليهم شويه سكر اسمر، بلسميك، لا راح اكتب لكم ملح شويه، وسكر عليه لغاية ما تكرمل. راح أسكر شوي الغطاء لغاية ما يتغير لون النكهة، وبعدين أضيف له بعض الإضافات. هذا السبراغوس سلقناه تقريبا نص سلق، يعني بعد هم بعد بحشة الدياي ودخل الفرن، بس كافي نص سلق. الحين شوفوا شوي بدا يتغير، راح نحط شوية سكر أسمر قفشة وسط بس، أوكي حق الكرملة. ونحط خل البلسميك صورته لكم اكثر من مره، وهم راح اصور الحين شوية بعد وايد ملعقتين كبار اللي راح اكتبه. شوية طبعا ملح وفلفل اسود، هذا الكارملايز مشروم ويا البصل. ترى هذا ممكن نسوي نفس الطريق على مشروم بروحه، وممكن على بصل بروحه حق البرجر، بس احنا اليوم وصفتنا راح تعجبكم ان شاء الله، قريبه ولذيذه. شوفوا هذا اللون، لا بعد هذه كل البصل يتكرمل مع المشروم، السكر مع البلسميك راح يساعد على هالموضوع. الحين مرحله الشغل. اوكي هذه الحشوه خلصت زين. عندنا كوب من جبن الشدر وكوب جبن بارميزان، راح اخلطهم معاهم. اوكي وهم حارين ابيهم يذوبون معاهم. اوكي وعندنا الاسبراغوس اللي سلقناه من السلق، وهذا صدور الدياي، هذا الصحن اللي بشتغل فيه. كل شيء لازم الواحد يكون مرتب، بايركس ودهنته زي الزيتون. يلا الحين نشتغل نخلطها، انا ابيها شوي تذوب معاهم. هذا واحد من صدور الدياي طبعا اللي تبلناهم ووريتكم المرحلة. راح أحط شوف شنو الطريقة، حوالي قفشة قفشة راحية. أوكي وبعدها راح أخذ من الاسبراغوس، شوفوا قصيت طبعا منه شوية. الحين راح ألفه، ألفه رول، شوفوا بهالطريقة راح ألفها كلها. أيوة ممكن طبعا إذا خايفة تسكر ممكن، أنا بحط عود انكيس حطه مني، نحط عود علشان تطلع مرتبة، عرفتوا؟ إيه تسكر هجي، هذه شغلة عزايم مالتي. نحطها ونكمل نسوي عاد، شوف الكمية كم طلع لنا. شوفوا ما شاء الله صفيناهم كلهم تقريبا، يعني طلعوا لي 10 صدور، لأن هم بالأساس 5 وأنا قصيتهم بطريقة عرضية فطلع لي 10 صدور.
الحين راح ادهنه بعد بزيت زيتون ودخله الفرن وبس. وهذا هو شوفوا ادهنها بزيت الزيتون خلها الفرن. ما راح تصدقون الشكل والطعم الا لما تجربونها. ما شاء الله ريحة وطالع من الفرن. طبعا احنا كل شوي نطلع من الفرن نقلبه عشان ما يحترق. بس خطيرة. راح نحطه بصحن التقديم نرش عليه شوية جبن بارميزان بس.